بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في إنجيل معلمنا متى إصحاح 6. هناخد من أول جزء عدد 19. لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض حيث يفسد السوس والصدأ وحيث ينقب السارقون ويسرقون، بل اكنزوا لكم كنوزا في السماء حيث لا يفسد سوس ولا صدأ وحيث لا ينقب سارقون ولا يسرقون، لأنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا. أظن كثير منكم حافظ الجزء ده، وتعليم يخلي الواحد يترفع من الأرض للسماء. كل الناس بتحوش على الأرض، وكل الناس يتعرض تحويشها إما للسرقة أو للزوال بأي طريقة. يمكن ده اللي خلى معلمنا بطرس يقول لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل. لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل، لأن أمور الدنيا لازم تتعرض لحاجة من الثلاثة، إما يفنى أو يتدنس أو يضمحل. فربنا يسوع بيفكرنا أي كنز على الأرض حالة من اثنين، يا إما يفسده وحط جنبها السبب بقى سوس أو صدأ أو سوء تصرف أو ظروف المجتمع يفسده، أو ينقب سارقون ويسرقون أو يتسرق. دايما حاجة الدنيا كده، وأحيانا الشيطان يسخر من بني البشر أن يسيبهم يحوشوا يحوشوا العمر كله، ويجي في الآخر كل ده يروح في حاجة معينة وتروح عليهم، فيبصوا كده يلاقوا سنين العمر كلها راحت في كلام فاضي. أو زي ما قال سفر الجامعة، ممكن واحد يحوش ويسيب لابنه مبلغ ضخم، ويجي الابن ده يكون ما ترباش كويس يضيع كل اللي تحوشه. فكأن عدو الخير بيسخر من بني البشر من ان هم يقضوا عمرهم في تحويش وكنوز الارض وفي الاخر تروح. اللي بيحوش للأسف دايما متأثر بفكرة انه قاعد، وان الحاجات دي هتنفعه بكرة، وان بكرة ده كأنه مضمون، ومن هنا بيقعد يحوش ويهتم قوي بالتحويش. انما اللي في باله انه بكرة ده مكاننا في السماء مش في الارض، طبيعي يحوش في السماء. فاول سبب يخلي الناس تكنز على الارض وتتخانق عشان تكنز وتجري وتلهث وتنهج عشان تحوش، هو انه الناس مش شايفة غير الارض، وشايفة انه هتعيش وهتقعد وهتعمل وهتسوي، وفي الاخر الكلام ده كله ما بيحصلش. يفكرنا النص ده بالمثل اللي حكاه ربنا يسوع له المجد عن الغني الغبي، اللي قال يا نفسي كلي واشربي وافرحي، لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين عديدة. فقال الصوت يقول له يا غبي، هذه الليلة تؤخذ نفسك منك، هذه التي أعددتها لمن تكون. اكنزوا لكم كنوزا في السماء. طب هو ممكن الواحد يحوش في السماء؟ ممكن طبعا. كل عمل روحي ملوش مردود على الأرض له مردود في السماء. قديس أغسطينوس له تشبيه لطيف، يسمي الفقراء الحمالين، اللي ياخدوا ممتلكاتك من الأرض يحطوها في السماء. يعني جماعة مجموعة الفقراء اللي انت بتخدمهم دول زي الشيالين، هيعملوا ايه؟ هياخدوا الخير اللي انت بتدولهم يحوشوه لك باسمك في السماء. فهم وفروا عليك حتى حق الشيل والحمولة انت اديتهم، بس الحاجة دي اعدالك، انت نقلتها من ممتلكاتك في الدنيا لممتلكاتك في السماء. فسمى الفقراء الحمالين. فالمفروض انك انت تبص لهم باعجاب، دول تعبوا معاك ان هم ينقلوا كنوزك من الارض للسماء. كل عمل خير وكل عطاء، كل صدقة، كل رحمة، كل حب تقدمه للناس لا تأخذ عليه مقابل يكنز لك في السماء. كل تعب رايح في الدنيا مستني مقابل في الأرض، ده هيتعرض إما للسوس والصدأ أو السارقون ويسرقون.
اكنزوا لكم كنوزا في السماء حيث لا يفسد سوس ولا صدأ وحيث لا ينقب سارقون ولا يسرقون. ليه احنا مش بنعرف نعمل الآية دي مع بساطتها؟ اولا قد يكون جوانا شهوة الطمع او شهوة المال، ودي شهوة بتحارب كل البشر وغلبت ناس كتير قوي، غلبت حتى واحد من الرسل. يعني لما يكون يهوذا معاشر ربنا يسوع له المجد وشايف معجزات كل يوم وشايف محبة غير محدودة وشايف ألوهة المسيح ربنا له المجد معلنة بشكل واضح، ومع كده شهوة المال تخليه زي الأعمى ويتجاهل كل اللي شافه وكل اللي عرفه ويروح يبيع المسيح له المجد أو يسرق من فلوس الفقراء. يعني حاجة غريبة. طب ده انت شايف ربنا يسوع في ايدي السماء والأرض، الشياطين بتخضع له، البحر نفسه بيسكت بكلمة، الأموات بيقوموا بكلمة، فلوس ايه بقى؟ انما هنا شهوة المال شهوة مرة بتعمي صاحبها، فتخلي واحد زيه وزي بيع ربنا يسوع له المجد ويهلك. وهي كانت قصاده النعمة وكان عنده مجال سهل جدا لدخول السماء ويبقى كوكب في السماء زي ال 12 تلميذ، كل ده ضاع. ليه؟ شغلته شوية فلوس، وحتى طبعا الفلوس اللي شغلته يعني اترمت في الآخر وما بقالهاش قيمة. كنوز الأرض خلت واحد زي أخاب الملك يطمع في حتة أرض جنبه، وهو ملك وغني وعنده كتير قوي. قال حتة أرض بتاعت نابوت اليزرعيلي مزرعة كده عاوز ياخدها، وبعدين قال له هشتريها، يقول له أنا مش ببيع، دي حاجات ميراث أبائي ودي لها بركتها وأنا مش ببيع. يقوم يعيط ويتغاظ ويزعل، ومراته بقى إيزابل دي رمز الشر تقول له ده كلام، ده احنا هنوصل للي احنا عاوزينه بأي طريقة، وتعمل فتنة وتطلع شهود زور وتدعي على الرجل الطيب نابوت ده انه جدف على ربنا ويقتل. يعني شهوة المال خليته يقتل واحد بريء، كل ده عشان طمع في حاجة، وياريته ما عندوش، ده ما عنده كتير، ده ملك، انما مع كده بسبب الطمع قتل. تلاحظوا ان اغلب الخطايا تتولد من محبة المال. ده اللي خلى معلمنا بولس يقول محبة المال اصل كل الشرور. شوفوا تزعل الاخوات من بعض، والاب مع ابنه، والزوج مع زوجته، وتخسر عائلات في بعض، وتخسر بلاد، وتتسبب في كذب، وتتسبب في غش، تتسبب في رياء ونفاق، تتسبب احيانا في قتل، كل ده من الفلوس. لو واحد بقى خفيف وفعلا بيحوش في السماء، طب ده هيغضب ليه ويتضايق من حد ليه؟ لو واحد مشي على كلام ربنا يسوع اللي بيقول من اراد ان ياخذ ثوبك اترك له الرداء ايضا، ما هو ده اللي هيقدر يعمل لا تكنزه كنوزا على الارض، لانه مش فارق معاه لا ثوب ولا رداء، مش فارق، اللي عاوز ياخد حاجه ياخدها، هياخده مني ربنا، ربنا ما بيتسرقش، الفلوس بتتسرق والكنوز بيجي فيها السوس والصدق، انما ربنا له المجد ما بيتسرقش. اللي حاسس ان غنى ربنا الوصيه دي ما تبقاش صعبه عليه، انما اللي حاطط راس ماله شويه الفلوس اللي عنده والممتلكات وربنا ده يعني كده حاجه على الماشي، طبيعي ما يقدرش يعمل الوصيه دي. فاول حاجه تخلينا نقدر ننفذ الوصية ان احنا نغلب محبة المال، ان احنا نتحداها، ان احنا نخاف منها، محبة المال اللي ضيعت ناس كتير. حاجة تاني الايمان بالسماء، انت مصدق ان في سماء وفي حياة اخرى، مصدق ان في واحد عن واحد هيفرق في السماء، كنز عن كنز هيفرق، اهو الدنيا فيها واحد غني قوي وواحد غني شوية وواحد متوسط الحال وواحد فقير خالص، ايه رأيك ان السماء فيها كده برضه وليها سكتها؟ بس النهاردة التحويش مش بكرة، النهاردة تقدر زي ما بتحوش لدنيتك تحوش لسماك، انت مشغول بالقضية دي ولا لا؟ في واحد عنده ايمان قوي جدا يخليه يبيع كل حاجة زي القديس أنبنطونيوس، ويشتري كنز كبير قوي في السماء ويبقى أنبنطونيوس نجم في السماء. في واحد يقول لا مش هقدر اعمل كده، هدي مثلا نص فلوسي، كويس اهو ده غني شوية. في واحد قال انا على قد العشور يا دوب، ده ايمانه ضعيف. في واحد حتى العشور بيفاصل فيها.
ليه؟ مش مصدق. هو لو مصدق ان السماء مستنياه وان اللي بيقدمه النهارده بيتحوش في السماء، طبعا ده ممكن يدي كتير قوي. وبعدين ربنا يسوع عشان يشجعنا قال اللي بتعملوه في الارض ده انا اديكوا عليه في الدنيا 100 ضعف، بس في السماء بقى مفيش رقم، في السماء حياة أبدية. ليس أحد ترك بيوتا أو أموالا أو حقولا أو أبا أو أما أو زوجة أو أولاد من أجل إلا ويأخذ في هذا الزمان 100 ضعف. 100 ضعف، طب هو في حد في الدنيا بيدي 100 ضعف؟ في بنك بيدي 100 ضعف؟ طب هو 100 ضعف يعني بالأرقام؟ لا، مش لازم بالأرقام. وهو أنت تعرف الصحة دي ليها ثمن قد إيه، والبركة اللي في العيال ليها ثمن قد إيه، والنجاح والتوفيق له ثمن قد إيه، كل ده ما أنت ما تعرفش قيمته. إنما ربنا أمين في كلامه يدي 100 ضعف، ده في الدنيا بس، وفي الدهر الآتي حياة أبدية. ده عاوز واحد يصدق. يبقى اللي بيفرق واحد عن واحد هو درجة إيمانه. عشان كده يقول متى جاء ابن الإنسان لعله يجد الإيمان على الأرض. إحنا عندنا الكلام ده وبقاله سنين، لكن مش قادرين نغلب محبة المال، بنخاف من بكرة. تسمع واحد يقول لك لازم احوش عشان بكرة. الله، هو ربنا مش موجود بكرة؟ يعني ربنا كان امبارح وبعدين بكرة مش هيبقى موجود؟ وهو امبارح اللي حفظك واداك العمر والصحة شوية الفلوس اللي عندك. طب ما كل واحد فينا عارف ان لولا ستر ربنا ما كانش كمل يوم من عمره. طب اللي كان امبارح موجود بكرة، واللي حرس امبارح هيحرس بكرة، واللي سطر امبارح هيستر بكرة. لكن انت عمال تقول الفلوس والفلوس والارقام، احنا كده بنجري في رجلين بعض. يعني ايه؟ يعني زي ما الشيطان بيعلم الناس نتعلم منهم. الناس بتقول كده، اللي معاه قرش يسوى قرش، بقينا احنا نفكر كده. طبعا دي حاجة تعيبنا قدام ربنا، ولاد ربنا يفكروا زي ولاد الناس؟ طب اللي عنده قرش يسوى قرش، دول ولاد الناس، دول اللي ما يعرفوش حياة ابدية. لكن اللي مستنيه حياة ابدية، فلوس ايه اللي يتساوى بها انسان؟ دي الحياة الابدية. ده الدقيقة هنا تسوى حياة ابدية، لان الدقيقة دي ممكن تترجم توبة او رحمة وعطاء وحياة حلوة. كل ده في الاخر يبقى كنز في السماء. يبقى الايمان بيفرق الواحد عن التاني. كلام ربنا يسوع يبدو سهل جدا للي عنده ايمان، وصعب جدا للي ما عندهش ايمان. نفس الوصية تلاقي واحد يعملها بطيب خاطر وتبدو سهلة لأنه عنده إيمان قوي، واحد تاني يقول ده كلام صعب قوي. كلام صعب ليه؟ بس أنت مش مصدق أن في سم، أو مش شايف، أو مش واثق فيها، أو مستخسر القرش اللي بتطلعه، مش عارف هيوزن قد إيه في الحياة الأبدية. اكنزوا لكم كنوزا في السماء، حيث لا يفسد سوس ولا صدأ، وحيث لا ينقب سارقون ولا يسرقون. حاجة كمان تخلي الواحد يتعطل عن الوصية دي، محبته لنفسه وقلة محبته للناس. لو الواحد بيحب الناس فعلا، اي خير عنده هيبقى سعيد وهو بيديه للناس، هيبقى فرحان انه يفرح الناس بيه. انما ده احنا ممكن بيوتنا يبقى فيها اكل زيادة يترمي، وفي ناس مش لاقي اكل، وممكن يبقى عندنا لبس زيادة يتركن، وفي ناس مش لاقية لبس، وممكن يبقى عندنا وسائل ترفيه وراحة مستغنين عنها ما بنستخدمهاش، وفي ناس مش لاقية تعيش. طب تفتكروا قدام ربنا لما نقف الكلام ده مش هنتسأل عليه؟ لو كنا بنحب الناس فعلا، وهو الغلبان اللي في الدنيا ده مش ربنا سمح له في الفقر، طب مين اللي مسؤول عنه؟ وربنا سيبنا ومدينا شوية امكانيات عشان نساعد، عشان ناخد بركة العطاء، عشان نلاقي شوية كنز يستنانا في السماء. إنما احنا افتكرنا اللي ربنا ادهولنا ده لينا، لينا ده منتهى الأنانية. مين قال إن عمرك ليك وفلوسك ليك وصحتك ليك وعلمك ليك؟ وربنا كان ممكن ما يديش ده كله. كل ده انت خدته عشان أخوك، عشانك وعشانه، عشان لما تدي أخوك هو يعرف يعيش وانت تدخل على حس السماء. إنما لما تكنز لنفسك لا هو أخوك عارف يعيش وانت ضيعت السماء من إيدك. فيبقى ربنا سايب الفقر والغنى مجال للغني يكسب حياة أبدية عن طريق الحب والعطاء، ومجال للفقير انه يعني يشكر ربنا على الضيق اللي هو فيه ويدخل بيه السماء.
فربنا له حكمة في كل حاجة، لكن ما كان أسهل على ربنا أن يخلي الناس كلها يعني زي بعض، يا فقراء يا أغنياء. طب ليه سابها كده؟ عشان إحنا ناخد بركة، عشان نستفيد من الوضع ده. اللي عنده حاجة زيادة يديها، يقوم يحوش بيها مكان في السماء. هل ده يلغي أنه لازم ضروري الواحد يؤمن بربنا يسوع له المجد ويتعمد عشان يدخل السماء؟ لا، مفيش آية تلغي آية تانية. إنما مقصود إيه؟ لو عندك إيمان حقيقي وعايش حياة مسيحية صادقة هتحوش في السماء. هتستخسر وقت الراحة وتقول الوقت ده أنا ممكن أكنس بيه. النهاردة الناس بتستخسر وقت النوم عشان time is money، في الوقت يسوى ذهب. طب أنت عندك إيه؟ خسارة الوقت، الوقت ده يسوى كنز في السماء. يا هتصلي فيه، يا هتعمل خير، طب وماله؟ وكده كده هنمشي ونسيب الدنيا. ايه قيمة الدقيقة اللي عشتها ما كانتش تسوى نفس عند ربنا؟ قيمة كبيرة قوي. اكنزوا لكم كنوزا في السماء، حيث لا يفسد سوس ولا صدأ، وحيث لا ينقب سارقون ولا يسرقون. لما يكون عندك فلوس كتير بتعول الهم، انما تلاقوا الغلابة بالرغم ان مشاكلهم اكتر واحتياجاتهم اكتر همهم اقل. اللي يخدم مثلا في حقل الفقراء والمحتاجين بيكتشف كده ان الاغنياء اقل سلاما من الفقراء، وان اغلب الفقراء بيحط راسه وينام بالليل ويقول اشكرك يا رب حتى لو ما تعشاش. ليه؟ اصله هو هيسيب باب البيت ولا العشة بتاعه مفتوحة، يعني حد هيسرقه. انما التاني اللي قاعد يمكن جايب امن خاص وعامل الاحتياطات كلها وخايف، خايف يحصل كذا في الشغل ويحصل مشكلة كذا والفلوس تروح والفلوس تخلص. طيب يبقى الفلوس ما جابتش سلام، دي طيارة السلام. والغنى بدل ما يدي راحة بال ضيع البال كله. وبعدين تلاقي اللي عنده قرش يبتدي يبص للناس، كل اللي يتعامل معاه يقول لك اصل عاوز يستغلني ويشك في الناس ويسيء الظن. الراجل الغلبان محدش هيستغله، فتلاقي قلبه مفتوح وما يخونش حد، لا يسيء الظن بحد، لأنه عارف أن الناس مش مستنية منه حاجة. شوفوا قد إيه الكنوز بتاعت الدنيا معطلة، بينما كنوز السماء هي اللي تستاهل الشغل والتركيز. لأنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا. على قد ما يكون كنزك يكون قلبك. يعني إيه؟ يعني حتى لو بتعمل خير كتير، اللي يكشفك قلبك لما بتسرح بتسرح في ايه؟ لما بتفكر بتفكر في ايه؟ لما بتقلق بتقلق على ايه؟ على طول دي تكشفك انت كنزك فين. لو مخك رايح في الفلوس والشغل والحاجات دي يبقى لسه ما تقولش قلبك في السماء، قلبك في الارض. انما لما يكون قلبك في عمل الخير يبقى ده كنزك، يبقى فعلا انت غني في السماء. ليه؟ اللي يدخل دماغك يلاقيك بتفكر في الفقير والمريض والمعوق والمحتاج، كده يبقى قلبك في السماء. انما اللي يدخل دماغك ويلاقي البورصة ويلاقي الفلوس ويلاقي الخناقات دي كلها، طب خلاص بهبانت. هتيجي تصلي بعد كده وانت بتصلي هتلاقي مخك برضو سرحان في الفلوس، ويمكن لما تصلي تصلي عشان الفلوس، يبقى الحكاية اتقلبت خالص. انما هنا العطاء يبان انه ملوش نسب معينة، يعني ممكن واحد يكون فقير جدا وبيدي اكتر من الغني، هيدي اكتر يعني هي نسبيا. ممكن الفقير يدي اللقمة اللي بيأكلها لاخوه ودي تبقى يعني اكتر من احتياجاته واكتر من ما عنده، يعني يكون 100% عطاء. بينما الغني يدي ملايين ويكون اقل من 10%. هل ربنا هيتخدع بالارقام؟ طبعا لا، ربنا بيبص على القلب. يورينا كمان ان العطاء من القلب، المعطي فبسرور. ما تديش وانت مكسوف من حد قال لك ادي، ما تديش لانه اللي قدامك احرجك. لا، انت لما تكون بتدي ادي وانت مبسوط، بتخدم اخدم وانت فرحان، بتدي صحتك بتدي وقتك تقول اشكرك يا رب انك اديتني فرصة اعمل خير، لان هو ده العطاء بتاع القلب. ده كده معناه له كنز في السماء، لأنه عطاء عن عطاء يفرق عند ربنا، مش في قيمته، في الدافع اللي وراه، في القلب اللي شايله، في المحبة اللي شايلاه.
لأن احنا نقول في الصلاة الذين يريدون أن يقدموا لك وليس لهم، نقول لهم قبل الذين قدموا لك هذه القرابين. حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا. سراج الجسد هو العين. عجيب، ربنا يسوع تحول من وصية الكنوز إلى وصية العين. طب إيه العلاقة؟ كأن ربنا عاوز يقول إيه، شوف أنت باصص على الدنيا إزاي. ما هي العين معناها بتحدد نظرتك للأمور. لو عينك شايفة أن الفلوس أغلى حاجة، لو حطوا عليه قدامك فلوس كتير قوي فتنبهر بيها، وقصاد منها مثلا عمل خير تقول انا مش فاضي، خلاص ما هي عينك حسب حكمة الموقف كده باين انك من جوه ضلمة. عشان كده هيقول لما يكون عينك مش بسيطة يبقى جسدك كله مظلم. انما العين البسيطة مقصود بيها ايه؟ العين اللي بتشوف الصح، اللي بتشوف زي ما ربنا بيشوف. لأن ربنا نظرته للأمور بسيطة جدا، خلق الإنسان أجمل حاجة. أنت شايف بعينك الإنسان أجمل حاجة في الدنيا؟ ده أنت ممكن تعدي على ناس من المرضى والفقراء ما تبص لهمش خالص، ما تعتبرهمش خالص، وتقعد تبص على عربية غالية ولا حاجة كده ألماظ في الفاترينة، في الفاترينة ولا عمارة ولا فيلا، وتاكل عينك. لا، طب ده كلام ما يسواش جنب النفوس. العيب في النظر. سراج الجسد هو العين. لو كانت عينك بسيطة جسدك كله يكون نيرا. يعني لو عينك بسيطة بتشوف الدنيا زي ما خلقها ربنا، خلق كل حاجة تحت رجلين الإنسان وخلق الإنسان أغلى حاجة. لو عينك بسيطة وشايفة كده هتبقى منور من جواك، هتحترم كل إنسان وتحب كل إنسان وتنشغل بعمل الخير، والفلوس تبقى رخيصة في نظرك. إنما لو عينك مش بسيطة، لا، الإنسان ده يدوس عليه، ونشوف المصالح ونشوف المراكز ونشوف الفلوس ونشوف الغنى. العين البسيطة زي عين الأطفال. تفتكروا الطفل يعرف يميز كتير بين الغني والفقير؟ مش دايما. في أطفال كتير ما تاخدش في بالها. ليه؟ هو عاوز اللي يحبه. فممكن يبقى راجل غلبان وراجل تاني غني جدا، وهو تلاقيه ميل للغلبان. ليه؟ عينه البسيطة حس انه الراجل الغلبان ده اطيب، او الراجل الغلبان ده يمكن بيحبه. انما الراجل الغني قوي ده يمكن مكشر ويمكن ما بيحبش. بينما احنا بقى بعنينا الغير بسيطة على طول ندي الاحترام والاهتمام للراجل الغني، وما نديش اعتبار قوي للراجل الغلبان. فالعين البسيطة بص بصة غير بصتنا خالص. العين البسيطة خالية من الشهوات. يعني ايه؟ يعني ممكن تشوف حاجة حلوة قوي بس ما تشتهيهاش، ما تتمنهاش لنفسك. وماله، وماله لما اخوك يبقى عنده وعنده وعنده؟ لو عينك بسيطة تقول اشكرك يا رب انك اديت له. اما العين الخبيثة ايه؟ ليه انا مش عندي زيه؟ دي عين خبيثة وعين شريرة وعين مظلمة. طب ما ربنا اداله، لو انت بتحبه هتشكر ربنا اللي اداله، وهتبقى فرحان له، وهتتمنى له أكتر وأكتر. عين بسيطة. لكن للعين الغير بسيطة هتبص وتغير وتحقد، وتقعد تقول طب ده ليه عنده وأنا مش عندي؟ ده يمكن في ناس تجدف على ربنا وتتهمه بالظلم، ليه ادى الناس وما اداناش؟ كل ده عين. الحكاية العين تبتدي، طبعا يقصد ربنا يسوع العين والفكر والقلب اللي وراها، بس هي الحكاية بتبتدي بنظرة. ده في ناس تبص للناس بنظرة كلها أبوة وحنو. فاللي يغلط من الناس العين البسيطة على طول تعذر، وعلى طول تقول في باله يخسارة ما حدش علمه، ويبقى عاوز يستر على اللي بيغلط، عاوز يستر. في عين بسيطة وفي عين تاني شريرة، يقعد بقى يبص من عيون متعالية يسميها الكتاب، فيقعد يتريق وينقض ويبص بعينه كده ويمسك عليه الغلط. زي قصة نوح لما تعرى. نوح أخطأ، شرب خمرة ونسي نفسه. إنما في اتنين من ولاده كانت عينيهم بسيطة، استكتروا يبصوا لأبوهم في لحظة ضعف،
وسطروا عليه، وعينيهم البسيطة مش عاوزة تشوف الأب ضعيف، مش عاوزة تشوف الأب غلطان، وربنا بارك لهم جدا. وفي واحد تالت قعد كده يبص في المنظر الوحش ده بنظرة سخرية وتهكم وتعالي وإدانة، وخسر كل حاجة، خسر بركة أبوه وبركة ربنا بسبب عينه، لأنها عين غير بسيطة مفيهاش البساطة. يجيبوا المرأة التي أمسكت في ذات الفعل ويرموها تحت رجلين المسيح في الهيكل، كلهم عينيهم شر مظلمة، كل اللي شايفينه ست منحرفة تستحق الرجم، وعينين ربنا يسوع باصص شايف واحدة غلبانة، الأيام بهدلتها ويعني الظروف تعبتها وانحرفت لكن غلبانة، بالذات وهي في الموقف المهين ده، بصلها بمنتهى الرحمة والحب، عين بسيطة، وقعد على الأرض يكتب جنبها كده كأنه بيطمنها أو يفكرهم بخطاياهم، لكن أما دانك أحد ولا نادينك. إيه العين دي يا رب؟ ما شفتش فيها الإجرام اللي عملته والخطية؟ لا، شفت إنسانة مهزومة غلبانة مريضة بالخطية، تستحق الشفقة والحب والاهتمام والتشجيع، ما تستحقش الرجم، لا ما تستحقش الرجم، عين بسيطة. عين بسيطة فيها بساطة الأطفال في مناظر تثير الشهوات، لكن سراج الجسد هو العين، لو كانت عينك بسيطة جسدك كله يكون نيرا. في ناس تدخل تتفرج بقى في التلفزيون والدش والانترنت والحاجات دي، تشوف حاجات وحشة قوي، وبعدين لأنها عين غير بسيطة تحرك فيهم شهوات، ويتنجس الإنسان بالشهوات دي كلها. ليه؟ لأنها عين غير بسيطة. وفي عين بسيطة تفادى كل ده، ما تشوفش غير كل جميل عمله ربنا وتمجد ربنا عليه. إن كانت عينك بسيطة جسدك كله يكون نيرا. ليه؟ لأن العين دي عمالة تلقط صور وتخزن، والفكر ينزل على القلب، يعني أفكارك تخزن الصور وبعدين قلبك ينفعل بيها، وبعدين جسدك ينفعل باللي في قلبك، يبقى كل الجسم ماشي ورا العين. العين جابت فكرة، والفكرة جابت شعور، والشعور جاب إثارة أو انفعال، والحكاية كلها ابتدت بالعين. سراج الجسد هو العين. يبقى ربنا يسوع بيقول لنا عاوز تحرس نفسك، راقب عينيك، ابتدي بعينيك الأول، شوف المدخل عينيك رايحة فين. هل عينيك تنظر إلى الناس نظرة حب وإشفاق واحترام تبقى عينك بسيطة، ولا نظرة طمع، ولا نظرة إدانة، ولا نظرة شهوة؟ عينك بتتشد لإيه؟ في واحد يدخل الكنيسة عينيه تسيح دموع توبة دموع حب، دي عين بسيطة جميلة. وفي واحد يدخل الكنيسة عينيه تمتلئ شررا، ويقعد يدين اللي حواليه ويبص حواليه يمين وشمال، حتى جوه بيت ربنا، ده بيت ربنا ده العين تنسكب حزنا على الخطايا، تقول مع أرميا يا ليت رأسي ماء وعيني ينابيع دموع فأبكي نهارا وليلا على قتل بنت شعبي. إنما حتى في بيت ربنا الفريسي يقف يبص للعشار يقول ولست مثل هذا العشار. فراكب ده جوه بيت ربنا، كان مفروض تبقى عينك مكسورة قدام ربنا، إنما حتى ما خلاص العين خدت على كده نظرات الإدانة. إن كانت عينك شريرة جسدك كله يكون مظلما. يبقى الواحد مجرد يتابع يعني يكتشف درجة الإظلام اللي جواه أو درجة الاستنارة، ماذا ترى في الآخرين، بتبص على الناس إزاي. في عين تبص على الأحداث وتقول ليه ربنا بيعمل كده، دي عين شرير، دي عين ما فيهاش إيمان، ما فيهاش بساطة. وفي عين تقول ورا كل حاجة خير، كل اللي بيحصل ده خير، وتبقى الأيام صعبة وتبقى ظروف ضيقة، وهو بعين البساطة عين الإيمان يقول ربنا بيعمل كل حاجة صح، ربنا عارف بيعمل إيه. هو أنت شايف حاجة غير اللي احنا شايفينها؟ شايف بالإيمان، شايف إيد ربنا. في ناس مش شايفة غير إيد الشر، وناس شايفة إيد ربنا. يقف موسى قدام البحر، الشعب كله شايف إيه؟ شايف شعب إسرائيل، شايف شعب مصر، فرعون وجيشه جايين وراه، فمرعوبين لأنها عيون كلها ما فيهاش إيمان. عينين موسى تقول لهم قفوا وانظروا، خلاص الرب
هتشوف. طولوا بالكم، انا شايف غير اللي انتوا شايفينه، انا شايف ايد ربنا. فين يا موسى ايد ربنا؟ ده بحر وصحراء وجيش، انتوا بس عينيكم كل فيها حاجة. انما موسى النبي بيشايف حاجة تاني، يقول تشدد كأنه يرى ما لا يرى. دي عين بسيطة، يرى ما لا يرى، دي عين بسيطة جدا، بتشوف حاجات الناس مش شايفاها، بتشوف في الظروف بركات وخيرات محدش واخد باله منها. يبقى درس واضح قدام الناس، عين طلقت الدرس وعين تتريق. يحصل حادثة أو مشكلة، في واحد على طول بعينيه البسيطة يفهم ربنا بيقول له درس، حاسب استعد. واحد تاني في نفس الموقف شايف الموقف وتلاقيه عمال يمسك أصحاب الموقف يتريق عليهم ويهنهم، عين شريرة. طب ده الدرس ليك، انت ما خدتش بالك ولا ايه؟ الدرس ليك وانت شايفه بعينيك، ودرس ورا درس، واللي ما بيتعلمش هيضيع عمر. ان كانت عينك شريرة جسدك كله يكون مظلما، فان كان النور الذي فيك ظلاما فالظلام كم يكون. يعني ان كانت العين مصدر الاستنارة ظلمة، أما للعقل في ايه والقلب في ايه فالظلام كم يكون. يعني لو عينك نفسها اللي المفروض بتدخل النور بقت كلها ظلمة، هما اللي بقى جوه الفساد شكله ايه؟ يبقى ربنا بيكشفنا بعيوننا. عشان كده الواحد ممكن يفحص داخله عن طريق عينيه، نظرتك لكل شيء تعرف بيها انت فين من النقاوة، فين من النور، قد ايه جوه ظلمة وقد ايه نور، شوف بقى فيه قد ايه ادانة وقد ايه شهوة وقد ايه تعالي وقد ايه ماديات في العين، كله في العين. لا يقدر احد ان يخدم سيدين. لما نجمع وصية الكنوز على وصية العين نوصل بقى لوصية السيدين. يعني ايه؟ كلها كلام مترابط. لو انت فهمت المغزى ان في كنز في الارض وفي كنز في السماء، والشاطر اللي يحوش في السماء، وفي عين، عين بسيطة شايفة التحويش في السماء احلى، وعين شريرة شايفة الدنيا اهم، يبقى في الاخر لازم تعرف ان في الهين او سيدين، هتختار تعبد واحد فيهم. اما ان يبغض الواحد ويحب الاخر، او يلازم الواحد ويحتقر الاخر. مش هينفع تعبد سيدين، مش هينفع. هما مين دول يا رب؟ لا تقدرون ان تخدموا الله والمال. ربنا حط خلاصة آلهة الدنيا كده في كلمة المال، لان المال من جيل لجيل تتغير العملة بس يفضل المال إله. إله ليه؟ لأن هو اللي بيسبي عقل الناس، هو اللي بيخلي الناس تسجد. تسجد إزاي؟ هتتنازل عن مبادئها عشان الفلوس، وتدوس على كرامتها وعلى أخلاقها وعلى كل حاجة عشان خاطر الفلوس. طب ما دي العبادة، ربنا بيقول اعمل أي حاجة عشان ترضيني، والفلوس بتقول نفس الكلام، اعمل كل حاجة عشان ترضيني. هترضي ربنا ولا هترضي الفلوس؟ الفلوس عاوزاك تكذب، ربنا عاوزك ما تكذبش. الفلوس عاوزاك تغش، ربنا عاوزك ما تغشش. الفلوس مش عاوزاك تدي، ربنا عاوزك تدي. الفلوس عاوزاك تفكر فيها طول الوقت، ربنا عاوزك تفكر فيها طول الوقت. هي مش ممكن هيتفقوا مع بعض. عشان كده ربنا يسوع هنا يقول ايه؟ اما ان يبغض الواحد ويحب الاخر، او يلازم الواحد ويحتقر الاخر. يعني مش هينفع تحطهم الاثنين مع بعض. مش هينفع تقول طب هقسم مخي بالنص، شوية لربنا وشوية للفلوس، لا الكلام ده ما ينفعش. او شوية هرضي ربنا وشوية هرضي الفلوس، برضو ما ينفعش، لان رضا ربنا عكس رضا الفلوس، والوقت اللي هيروح في الفلوس ضد ربنا، التفكير فيها زيادة يعني. فاذا مش هينفع انك تمشيهم الاثنين مع بعض، مش هينفع، لازم تختار. وبعدين ربنا عرضه اقوى. ليه؟ بيقول لك لو انت مشيت معايا انا هخلي الفلوس تخدم هي عليك، تبقى تحت رجليك، هي اللي تبقى خدمتك. حطتها سيدك يبقى خسرتني وخسرتها. يعني الصفقة مغرية جدا وبسيطة جدا. اللي عاوز الفلوس، الفلوس هتزله وهتضيع كمان ربنا منه. اللي عاوز ربنا هيكسب ربنا، والفلوس هتيجي لوحدها. طب ما فيش احلى من كده.
ده عرض مغري ومقنع جدا، ومع كده تلاقوا ملايين البشر مش مصدقين، مش راضين يقبلوا العرض. ده عرض بسيط، حب ربنا وعيش معاه، هتلاقي الدنيا تيجي لوحدها، هذه كلها تزاد لكم. وجربوا شوف. انما احنا مش عاوزين نمشي في السكه دي. لا تقدرون ان تخدموا الله والمال، لذلك اقول لكم لا تهتموا لحياتكم بما تاكلون وبما تشربون، ولا لاجسادكم بما تلبسون. عشان يتحول الكلام الى كلام عملي، المعيار ايه بقى في انتك قد ايه بتخدم ربنا وقد ايه بتخدم الفلوس؟ هو اهتماماتك، هي دي اللي تكشفك. اذا كان اكل عن اكل يفرق كتير عندك، يبقى انت لسه بتخدم الفلوس. انما الانسان البسيط اللي عينه بسيطة، اي لقمة بجبنة اي حاجة ترضيه. ليه؟ لانه ما تفرقش معاه، ما تفرقش معاه اي حاجة، اي اكل، ان اكلنا لا نزيد وان لم ناكل لا ننقص، وكده كده الاكل ده بيدخل ويطلع مالوش قيمة كبيرة. فاذا كانت اهتماماتك عاوز بقى تكلف السفرة، وعاوز انواع واشكال، وعاوز الناس تمدح في اكلك كتير، وعاوز تتفنن في ما كده، احنا دخلنا في اهتمامات بعيدة كل البعد عن الاهتمامات الروحية. هل معنى كده الواحد ما ياكلش بنفس؟ لا، ياكل بنفسه ويشكر ربنا. انما النفس الحلوة بتلاقي كل حاجة حلوة. ونفس الكلام على اللبس، ولا لأجسادكم بما تلبسون. الناس بتتباهى باللبس وتضيع ساعات عمرها في موضوع اللبس والزينة. ربنا يسوع قال الاهتمامات دي كلها بطالة. ليه؟ هي في الاخر الجسد ده شوية تراب، فعمال تجمل فيه هو شوية تراب. طب والروح اللي هتدوم، نفسك دي اللي هتعيش للأبد، ما تجمل فيها، دي مش شوية تراب، دي هتستمر، مش تستاهل تركيز منك. انما نلاقي الناس تقعد قدام المراية بالساعات، ومراية الانجيل محدش يبص عليه. لا تهتموا لأجسادكم بما تلبسون. ربنا يسوع ما يقصدش ان الواحد يهمل في روحه، لكن ما يهتمش زيادة بالحاجات دي، ما ينشغلش زيادة بالحاجات دي، ما يضيعش عقله وقلبه في الحاجات دي. في حاجة أهم، في كنز سماوي. فعاوز تعرف انت تبع ربنا ولا المال، تبان من اهتماماتك، تركيزك في ايه. لما يكون كل انشغالاتك اكل وشرب ولبس ومنظر، ما تقولش انا بتاع ربنا. لا، انت مش بتاع ربنا. مش شوية الصلاة اللي على الماشي دول هيخلوك بتاع ربنا. حيث يكون كنزك يكون قلبك. ربنا فحص القلوب وعارف. إذا كان مخك رايح طول الوقت بيقولوا عليا إيه؟ لبس الجديد ده شكله إيه؟ هحوش عشان أشتري عربية كبيرة ولبس جديد. البس واركب واعمل كل حاجة، بس ما تحطش عقلك وقلبك في الحاجة دي. أليست الحياة أفضل من الطعام، والجسد أفضل من اللباس؟ شوف المعنى الجميل ده. حياتك في ذاتها مش أهم كتير من نوع الأكل؟ وهو الأكل هو اللي بيعمل الحياة. ده في حياة نقية جدا زي بتاعت أبائنا السواح والقديسين، بيأكلوا كلام بسيط جدا، لكن ما أجمل حياته، ما أنقى حياته، ما أعظم حياته ورسالته. الجسد ده هيكل لروح الله. ده الجسد ده متدشن للروح القدس. ده الجسد ده بيتحد ربنا يسوع له المجد في سر الإفخارستية. أليس هذا الجسد أهم كتير قوي من الطقم اللي انت لابسه فوق منه؟ إنما انت نسيت قيمة الجسد واهتميت بالغطاء اللي من بره. إزاي؟ الجسد أهم جدا من اللبس اللي لابسه، والحياة أهم جدا من الأكل اللي بتاكله. وهنا بقى يخلينا لما نتعامل مع الناس نعرف إن حياة كل إنسان أغلى جدا من الإمكانيات اللي عنده. فما نصنفش الناس زي ما الناس بتصنفهم، فقير وغني، مثقف وجاهل. لا، التصنيفات دي كلها بتهين الإنسان. هو في الأول وفي الآخر إنسان قبل أي حاجة. له حياة تحترم جدا، وله جسد محترم جدا. أليست الحياة أفضل من الطعام، والجسد أفضل من اللباس؟ انظروا إلى طيور السماء. ربنا يسوع له المجد بيقول كلام بسيط قوي ولكنه عميق جدا. يعني المعاني اللي بيقولها ربنا نفضل العمر كله نجاهد عشان ندخل إليها ونعيش بيها، لكن كلام فعلا بسيط ومقنع. بص على العصافير،
العصافير دي بقى ما بتفكرش هتاكل ايه وتشرب ايه. لكن ربنا يسوع بيقول لنا السر، انها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع الى مخازن، وابوكم السماوي يقوتها. مش ابوها، لا طبعا، ده ابونا احنا. بمعنى ايه؟ تصور راجل غني عنده اولاد وعنده قفص عصافير، يهتم جدا بقفص العصافير، يحط الاكل في ميعاد والشرب في ميعاد لقفص العصافير. هيعمل كده هيسيب عياله جعانين؟ مش ممكن. اذا كان هو واصل من رحمته وغناه انه مشغول بقفص العصافير اللي عنده، يبقى اولاده هيجوعوا في لحظة. طبعا لما احنا نهتم في الحالة دي، ماذا نأكل، ماذا نشرب، ماذا نلبس، يبقى بنهينه في محبته، بنتهمه بالتقصير، كأنه أب ظالم وقاسي ما بيحسش بأولاده. ده إذا كان العصافير اللي عنده اللي ملهمش سعر بالنسبة لنا كأولاد الله بيهتم بيهم بهذه الدرجة. يقول بصوا بقى، العصافير لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن، ما بتحوش وما بتشتغلش. مش عاوزنا ما نشتغلش، بس عاوز يورينا قد إيه الحكاية سهلة. ولا تجمع إلى مخازن، وأبوكم أنتم السماوي. هنا استخدم كلمة أبوكم عشان نعرف مكانتنا عند ربنا. أبوكم السماوي يقوتها. ألستم أنتم بالحرية أفضل منها؟ مش أنت أحلى من العصافير دي؟ يعني كأنه عاوز يقول لنا طب خليك عصفورة. بمعنى ايه؟ يعني اذا كنت عايز زي العصافير هتغرد، مش هتعول هم حاجة. العصافير بتغرد، الناس كلها مهمومة، مع ان الانسان لا يقارن بالعصافير ابدا. لكن للأسف تلاقوا الطيور دي بتغرد سعيدة، انما الانسان مهموم اغلب وقت. ليه؟ هو اللي جاب الهم الروح. هو ربنا قصر؟ ربنا ما قصرش، انما الانسان مش عاوز يعيش بهذه البساطه، مش عاوز يتكل. العين البسيطه تخليني ابص على الكائنات اللي حواليا واتعلم الدرس. كل ما تشوف عصفوره تقول يا بختها، سبقتني في الايمان العصفوره دي، عارفه تتكل على ربنا، ما بتعولش هم حاجه. وابويا انا السماوي بيقودها هي، وانا مش عارفه اتكل عليه. يبقى العصفوره بتقول لك درس. ده لو عندك عين بسيطه، سراج الجسد هو العين، انما لو عينك بقى مش بسيطه تبقى متغاظ من العصافير. ألستم انتم بالحرية افضل منها؟ ومن منكم اذا اهتم يقدر ان يزيد على قامته ذراعا واحدا؟ اول واحد فينا بيفرك وبيهتم جدا. طيب حد فينا بيعرف يطول روحه بمزاجه؟ من منكم اذا اهتم يقدر ان يزيد على قامته ذراعا واحدا؟ يعني مهما أغرقت في الاهتمام بجسدك وأكلك وشربك، هتعرف يعني تغير في عمرك؟ هتغير كثير في صحتك؟ الحقيقة لا. هتغير كثير في شكلك؟ برضو لا. كل دي اهتمامات ما تستاهلش خالص ان احنا نضيع العمر فيها. يبقى ربنا يسوع عمال يقنع، يقول طب بصوا على العصافير، طب الحياة أفضل من الطعام، طب حتى لو اهتميتوا هتعملوا ايه؟ مش هتعرفوا تغيروا في حياتكم حاجة. فربنا بكل الحجج بيحاولنا، بيحاول معانا نتكل عليه، بيحاول معانا نعيش حياة فيها فرح بربنا، نعيش نعبد الله ولا نعبد المال والدنيا. فكلام بسيط جدا ومقنع جدا. ولماذا تهتمون باللباس؟ تأملوا زنابق الحق. الزنابق اللي هي الزهور والورود الجميلة، كيف تنمو؟ لا تتعب ولا تغزل. يعني مش الوردة من دول تصحى تقعد تشتغل تعمل لنفسها فستان، تعملش كده. ولكن أقول لكم أنه ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها. في التاريخ أشهر واحد كان شيك، يعني سليمان الحكيم، كان يعني يتزين بكل أنواع الزينة، وكان يعني ملك زمانه. فلا، سليمان في كل مجده الألوان اللي كان يلبسها مش في جمال ألوان الطبيعة. الوردة دي ألوانها أجمل من الألوان بتاعت أي لبس. لقوا لبس بالألفات يقول لك سعره غالي قوي أصله بالألوان الطبيعية. طب ما احنا عندنا الألوان الطبيعية ببلاش، الورد ممكن يبقى ببلاش. إنما لما يحولوه إلى حاجات صناعية قريبة قوي من الطبيعة يبيعوها بالألاف. شوفوا سخرية
الدنيا مننا. طب ما احنا الطبيعة تحت رجلينا، يعني الورد ببلاش. فربنا يسوع بيقول بصوا على الزنادق الورود والزهور، جمالها مش موجود في جمال حاجة مصنوعة باليد البشرية. ولا تتعب ولا تغسل، الوردة دي ما بتعملش مجهود، ده ربنا بيحط فيها الجمال. وعلى فكرة الجمال ده كله ليه؟ عشان انت عينك بس تقع عليه لحظة. يعني ربنا يقعد يتفنن ويجمل عشان واحد من عياله بس كده يرك ياخد باله في مرة، فيقول يا سلام يا رب ده انت شغلك حلو قوي. بس عشان اللحظة دي ربنا يقعد يتفنن في ملايين من الحقول والزهور عشان ولاده بس يفتكروا جماله. لكن دي قيمة الجمال، انه بس مجال لتمجيد الله. ومع كده الناس ما بتاخدش بالها من الحاجات. ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحد من مصير، ده كله ايه؟ فان كان عشب الحقل الذي يوجد اليوم ويطرح غدا في التنور يلبسه الله هكذا. يعني في الاخر الورد ده مكانه ايه؟ هي اسبوع ولا اتنين وبعدين بيدبل ويترمي. التنور اللي هو الفرن الزراعي الارضي ده اللي يحرقوا فيه اي بقايا زرع. يعني كل التحفة الجمالية دي الطبيعية دي اللي لو اترسمت في صورة تتباع بملايين، التحفة دي اللي ببلاش في الاخر مكانها التنور، يعني نار الفرن عشان ايه؟ يخلصوا من بقايا الزرع. وربنا مش زعلان، يعني الخير ده كله وربنا مش خسران حاجة لانه غني جدا. وده كله بيعمله للطبيعة مش لولاد، فكان بالولاد بقى. ده كل ده بيعمله في الطبيعة عشان تفضل الطبيعة جميلة. يقول إن كان عشب الحقل الذي يوجد اليوم ويطرح غدا في التنور يلبسه الله هكذا، أفليس بالحري جدا يلبسكم أنتم يا قليل الإيمان. وصلنا لإيه بقى في الآخر؟ إن كل ده قلة إيمان. إحنا ليه مش شايفين؟ ليه عينينا مش بسيطة؟ ليه بنكنس في الأرض؟ ليه مش عارفين نصدق أن ربنا هو اللي يستاهل كل الحب والعبادة مش الفلوس؟ عشان قلة إيمان. بينما الإيمان الطبيعة بتعلمه لنا، الطبيعة بتتحرك حوالينا، كل يوم ممكن تشوف ورد وكل يوم ممكن تسمع عصفورة، العصفورة بتقول درس والوردة بتقول درس، بس الليفة. وبدل الدرس كل يوم دروس والليفة، والسماوات تحدث بمجد الله بس الليفة، والفلك يخبر بعمل إيديه بس اللي يسمع. إذا كل اللي بيدور حوالينا بيقول حاجة، بيقول ربنا بيحبنا قوي، بيقول احنا غاليين قوي، بيقول الدنيا ما تستاهلش أبدا إنك تقول هم حاجة، بيقول إن في حياة أبدية أجمل كتير من الحياة دي، بيقول إن الإنسان أغلى شيء وأغلى كائن في الطبيعة دي كلها. رسائل كلها موجودة حوالينا، بس قلة الإيمان تخلي الواحد يضاع كل الرسائل دي. تلاحظوا كمان ربنا يسوع له المجد بيعلمنا من الطبيعة، ودي مدرسة جميلة يسموها مدرسة التأمل. احنا فقدناها مع الحياة العصرية الزيادة دي، ما بقيناش بنشوف الطبيعة في جمالها، لا الصحراء ولا البحر ولا الخضرة ولا الأشجار ولا الكائنات البسيطة، ما بقيناش بنشوفها بعنينا ولا بنسمعها بودنا. مع ان الطبيعة دي اول كتاب مفتوح كتبه ربنا عشان يقول للإنسان انا بحبك قديه، أول كتاب، كتاب من الصور، فين لما يبقى بيبي صغير طفل صغير عرفش يقرأ، يقوم يجيبوله الكتب المصورة لأن الصور تحكي له الحكاية. فربنا تعامل معانا كأطفال من فجر التاريخ، عمل طبيعة جميلة قوي عشان يقول رسائل محددة قد إيه كل شيء منضبط من ضابط الكل، وقد إيه كل شيء جميل من محب البشر. رسائل، بس إحنا بقى مش عايزين نستقبل. إن كان عشب الحقل الذي يوجد اليوم ويطرح غدا في التنور يلبسه الله هكذا، أفليس بالحري جدا يلبسكم أنتم يا قليل الإيمان؟ فلا تهتموا، تاني هو قالها في أول الكلام، لا تهتموا لحياتكم، رجع تاني يقولها لا تهتموا، قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس. برضو تاني مش مقصود بيها لا تهتموا في حرفها، لأن ربنا يسوع له المجد في مرة اهتم يأكل الجموع. إذا كونك تأكل وتشرب وتلبس فذاتها مش خطية، إنما الهم بتاعها، عولان الهم،
الإغراق في التفكير في الأمور دي. كل ما تكلم واحد تقول له مش هتيجي بقى وتخدم وتقرب من ربنا، يقول لك لقمة العيش لقمة العيش، وهو ربنا في مرة أثر في لقمة العيش عشان تقول كده، عشان بس مستقبل الأولاد، وهو ربنا أثر مع أولادك أبدا عشان تقول كده. يعني حجج تحزن قلب الله، فأنت عمال تأثر بالحجج دي وفاكرها حجج تنفع عند ربنا، دي قلة إيمان. لا تهتموا ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس، فإن هذه كلها تطلبها الأمم. الأمم هنا يقصد الوثنيين، يعني اللي عايشين في الدنيا يعبدوا أوثان، يعبدوا الفلوس، غصب عنهم بيفكروا يأكلوا إيه ويشربوا إيه ويلبسوا إيه، دي طبيعة حياتهم، مفيش حاجة شغلاهم غير كده. لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. تصور معايا عندك مشكلة في بيتك، أنت غالي عند ربنا قوي، وأنت تبقى مهموم جدا ومتضايق. سؤال، هو ربنا عنده خبر أن عندك مشكلة؟ طبعا. طيب لما يكون ربنا أنت غالي عليه قوي وعنده خبر طبعا ان في مشكلة، عارف ولا مش عارف؟ عارف. طب انت عايل هم ليه؟ هو عنده خبر، يعلم انكم تحتاجون. مين قال ان ربنا مش عارف انك محتاج شوية فلوس عشان تخلص شوية حاجات؟ ربنا عارف، استجاب او ما استجابش يبقى هو بيعمل احسن حاجة، بس من ناحية عارف، هو عارف طبعا، عارف محتاج الشفاء ولا المرض. يجوز تكون محتاج المرض مش الشفاء، يعلم ما تحتاجون إليه. هتقول معقول واحد محتاج المرض؟ طبعا معقول، عند ربنا معقول ونص، لأن يمكن المرض يدخله السماء، الشفاء يضيع منه السماء. فربنا عارف احتياجاتك. أبوكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. وعد جميل جدا، أن أبوك عارف. أنت مصدق أنه هو عارف ومتابع، ولا أنت بيجي لك هاجس أنه نام ونسي؟ حاشا، إذا كانت العصافير ما بتتنسيش فكان أنت بالحري. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.